طب قولي لي دارين، ايه سبب انه مفيش بنت قبلك فازت بالمنصب ده؟ ليه بقى؟ بصي انا مش عارفه، يعني هو مفيش يعني مفيش حاجه في بس اللائحه انت كسرتي القاعده برضه، احنا فخورين. يعني بس احنا لو بنتكلم على اللائحه والقوانين وكده، هو مفيش اي حاجه بتمنع كده. بس هي الفكره ان كان بينزل مثلا ولدين وبنت، مثلا بنت وولدين كده، بيبقى في منافسه ما بينهم على حسب النشاط اللي بيعملوه او كده. ف وبما ان هو بيبقى فوتنج وتصويت، فمحدش بيقدر يتحكم فيه. يعني دي كانت بتبقى رأي الطلبه وكده، فهم بيختاروا ده. بس يعني ما نقدرش نقول ان البنات مثلا كانت مقصره في حاجه، لا، هم كانوا بينزلوا وبيترشحوا برضو، بيعملوا اللي عليهم من انشطه وكده. بس يعني الكفاءه كانت بتبقى عند كل الولاد مره اكتر، بتبقى عند الولاد اعلى. يمكن عشان البنات ما بتهتمش بفكره المناصب، يعني بتهتم بالعكس. بحاجات تانية. لا، احنا لو بصينا للتشكيل الوزاري مثلا الموجود دلوقتي في طبعا. الدوله، هنلاقي اغلبيته برضو في. طب عايزه اسالك، اعضاء الاتحاد معاكي اغلبهم ايه، بنات ولا ولاد؟ عايزه اقول لك ان نص ونص نص ونص. يعني هي تقريبا موزونه بالظبط.